tips and tricks by ديان. اليوم رح أعلمكم كيف تعملوا ستايلينج للشيل بأكثر من طريقة. رح نبلش بأول طريقة يلي هي أهين طريقة. فينا نحط الشيل هيك. هيدي أكتر طريقة كلاسي فينا نستعمل فيها الشيل. تاني طريقة منحطه على الرقبة ومنربطه بهذا الشكل بس من تحت. أما لرابع طريقة يلي هي كمان طريقة هينة، وهيك بكون علمتكم أربع طرق هينين لحتى تعملوا ستايلينج للشيل.